محسن، ممكن نقول فين المشكلة يعني؟ ومن حق حضرتك انك تقول وجهة نظرك، وعادي ان احنا نتكلم فنيا يعني. طبعا دي حاجة في الاول في الاخر بترجع لكابتن حسام البدري، ولكن في وجهات نظر فنية ومن حق حضرتك انك تقولها. شايف فين المشكلة؟ ليه ما بقتش موجودة هيبة المنتخب المصري اللي احنا عارفينه، واللي هو الاكثر تتويجا طبعا بكأس الامم صحيح. الافريقية؟ المنتخب للاسف ما لعبش بقاله يجي سنه تقريبا، يعني لعب اول جولتين ضد كينيا في القاهره وتعادل، وضد جزر القمر في جزر القمر وتعادل برضه، وبعدين قعد تقريبا يجي سنه بسبب طبعا جائحه كورونا. لكن لما المباريات رجعت تاني كان في الفيفا دي المنتخبات لعبت كلها، لعبت ماتشين، ماتش او ماتشين. منتخب مصر الوحيد اللي ما لعبش، او يعني احد منتخبات القلائل اللي ما لعبتش، ما استغلتش فرصه هذه الفرصه ولعب مباريات. كان حجه الكابتن حسام البدري وقتها ان كان معظم اللعيبه من الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم كانوا داخلين على نصف نهائي دور الابطال والكونفدراليه، فاراد يريحهم. اوكي، انت افدت الانديه الثلاثه، لكن انت ضررت نفسك مع كامل تقديري للفرق الثلاثه الاهلي والزمالك وبيراميدز، لكن منتخب مصر يظل هو الاهم بالنسبه لنا كلنا يعني، وصورتنا كلنا. فهو غاب التجانس، لعيبه بعيده جدا عن المباريات، هو شراكه. طب مش هتكلم عنها في الامور الفنيه اكتر، لكن ده السبب العام ان هو بقى المنتخب بعيد عن المباريات، ما فيش تجانس مع بين اغلب اللعيبه. ده اللي خلق الفجوه الكبيره في اداء المنتخب المصري، بالرغم من ان هو يضم عناصر رائعه جدا، يعني يكفي ان عنده شويه محترفين، شويه المحترفين في اقوى دوري في العالم البريمير ليج، عنده محمد صلاح، عنده محمد النني، عنده تريزيجيه يعني، وحتى احمد حجازي كان لاعب برضه قادم من الدوري الانجليزي الى الاتحاد السعودي، وحتى لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز او اللعيبه المحليه بصراحه على مستوى عالي جدا. يعني هو ما فيش عذر، العذر الوحيد ان هو ما استغلش الفتره اللي فاتت في لعب مباريات يقدر على مباريات وديه على الاقل يقدر يقرب بيها، يحصل التجانس بين بعض اللعيبه وخصوصا اللعيبه الجداد في الفريق. يعني شايف ان النقطه انه لازم يكون في مباريات وديه اكتر من كده ومعسكرات مثلا طويله. صحيح، هو ده فات اوله خلاص، هو طبعا هيعمل ده ان شاء الله في الفتره الجايه، لكن طب هو اقصد بقول في لحضرتك السبب. اتفضل اتفضلي اتفضلي. في استاذ محسن وجهة نظر تانية بتقول انه طب ما في العالم كله ده مش بيحصل، مش دايما بيكون في معسكرات طويلة وبنشوف واللعيبة ما بتلعبش مع بعض كتير، بس بنشوف انه في الاخر المنتخب بيظهر بأحسن شكل. اوكي، كان ممكن ده يحصل. يعني ايه، جائحه كورونا ابعدتنا كتير عن المباريات، حتى احنا بدانا بعض اوروبا، الدور الالماني بدا والانجليزي وخلص، وكان لسه الدور المصري ما بداش، حتى دوريات دوري ابطال اوروبا بدا وانتهى، وكان لسه دوري ابطال اوروبا ما استكملش رغم ان هو كان بقى فيه خمس مباريات. الدوري الاوروبي استكمل وخلص، وكان لسه برضه يعني احنا اتاخرنا، هم كان عندهم سبقونا شويه في الغرب، سبقونا ولعبوا كل مبارياتهم وخلصوها بدري بدري، لعبوها في منطقه بقى مجمعه في البرتغال، زي كده دوري ابطال اسيا ما اتلعب مثلا في قطر، الجزء الشرقي والجزء الغربي والجزء الشرقي اتلعب ما اعرفش في استراليا، يعني الاولى حل. احنا خدنا وقت طويل جدا عبال ما المباريات دي رجعت، سواء الدوري المصري اللي هو بالنسبه للكابتن حسام بدري الاساس، او حتى دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه اللي فيها الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هي اغلب عناصره الاساسيه. فلما غابت الاحتكاكات دي بالنسبه لي، وبالتالي ما فيش تجمعات، هو زاد الطين بله بكل امانه، وما لعبش في الفيفا دي او في التوقفات الدوليه، ما لعبش ماتشين وديين، كل المنتخبات لعبت، كان يقدر يعمل ده، يجرب لو هو عايز لاعب او لاعبين كان يقدر، لكن هو ما عملش ده. بس ده محلول في الفتره الجايه. انا عن نفسي مش خايف على التاهل، لان بالنسبه لي التاهل ما فيهوش اي مشاكل خالص، لكن هيبه المنتخب المصري زي ما قلت لحضرتك، يكفي اقول لك حاجه بسيطه بس، الصحف توجو بعد المباراه بتاع يوم السبت هجمت كلود لوروا، يعني صاحبه في توجو تريبيون، قالت ان هجمه كلود لوروا اللي هو المدير الفني لتوجو، قالت كان في الامكان افضل من مكان، افضل من مكان يعني، انا على الاقل يتعادل. تخيل هم زعلوا ان هم اتغلبوا النصر 1-0 وصلنا الى هذا الحد. لا بصراحه كان شكله مهم جدا، المنتخب كابتن حسام البدري ورفاقه في الجهاز الفني وبقيه اللعيبه عليهم حمل كبير جدا، يرجعوا تاني هيبه المنتخب المصري اللي بقى شكله وحش جدا في القاره الافريقيه.